للحديث عن هذه المتلازمة ينضم إلينا عبر تقنية الزوم دكتور رامي أبو فني، وهو مختص بأمراض باطنية وقلب وباحث في علوم جهاز المناعة وأمراض الجسم. مرحبا بك دكتور رامي. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. يعني في ظل حالة من الإرباك واكتشاف متحور جديد، هذه المتلازمة ماذا يمكن أن تشرح لنا عنها وكيف تصيب الأطفال؟ لازم هي عمليا خلل بصير في جهاز المناعة اللي بيؤدي عمليا الفيروس بيكون طالع من الجسم، ولكن جهاز المناعة لسبب أو آخر لحد اليوم إحنا ما بنعرف شو السبب، بصير في عملية استفحال أو هيجان في جهاز المناعة اللي بيؤدي لمهاجمة الذات. يعني كل عناصر أو أسلحة جهاز المناعة اللي بتشخص الفيروس بصير في عندها خروج من السيطرة، وبتهاجم عدة أجهزة في داخل الجسم، منها الشرايين، منها أعضاء جسم مختلفة بما في ذلك القلب، وممكن تؤدي إلى حصول حالة خطر عند الشخص، عند الأطفال عادة. نعم، ولكن يعني في الأيام الأخيرة أو في الأسبوع الأخير سجل ارتفاع بعشر حالات من الأطفال، هل هناك سبب لهذا الارتفاع بأعداد الأطفال المصابين بهذه المتلازمة نتيجة لفيروس الأوميكرون؟ الارتفاع بشكل بسيط، ولأنه كمية الأطفال المصابين في الموجة الحالية كبيرة. يعني حتى لو النسبة كانت نفس النسبة، في ظل الأعداد جدا كبيرة من الأطفال المصابين اللي هناك كان عشرات الآلاف أو مئات الآلاف إذا بنحكي عن بداية الشهر، ففيش أي غرابة إنه نشوف كمية أطفال من هالنوع مع تشخيص البيمز، الالتهاب اللي بصير ما بعد الكورونا. عادة طبعاً هي الظاهرة اللي فيها قد يجوز إنه فيها حالة من الخطر على الأطفال، بس عادة في لها علاج وممكن بتشخيص مبكر إنه نحتويها ونعالجها بشكل سليم وممتاز بدون تبعيات. طيب، كان هناك حديث بأن هذه المتلازمة يمكن أن تنتقل بالعدوى، هل هذا صحيح؟ طبعاً لا، غير صحيح. العدوى البيمز لا تنتقل بالعدوى، البيمز هي عملية شيء خاص برافق كل طفل بيميزه بيميز جهاز المناعة اللي عنده، هي بتكون نابعة من التعرض تبعه للفيروس. احنا بنعرف طبعا انه فيروسات ثانية او امراض ثانية ممكن تؤدي برضه لظاهرة مشابهة للبيمز، البيمز هي الشيء اللي قرنوه في الكورونا، ولكن هاي الظاهرة بنعرفها من فيروسات سابقة اللي ممكن نشوفها عند الاولاد. في مرض اللي بنسميه احنا كوازاكي، اللي هو عمليا بعد التهاب من نوع ثاني اللي يشبه بشكل او باخر البيمز، اللي هو عمليا بيكون زي التهاب في جميع، ومش الفيروس بيكون طالع من الجسم، يعني الجسم بيكون متغلب على الفيروس تخلص من الفيروس، ولكن بيكون في ظواهر عدم سيطره وعدم كبح جماح جهاز المناعه اللي بشكل او باخر بيشخص الذات وكانه غريب، بكون مهاجمة عدة أجهزة في من أجهزة الجسم. طيب كيف سيقوم الأهالي بتشخيصه؟ الأهالي يعني أو بتشخيص مبكر كما ذكرت. أي ولد بيكون مصاب في الكورونا، وبالنسبة لهم طبعا التشخيص بيكون عن طريق فحص الأنتيجين أو البي سي آر. عادة لازم يكون الأعراض خفيفة، هي طبعا الغالبية الصاحبة، فوق 99% من الأطفال بيكون أعراض خفيفة وفيش لها تبعيات أو تطورات. الطفل اللي بيطلع من الموجة وبكيه بيكون بشكل أو بآخر دبلان، بيكون عنده ضيق نفس، بيكون عنده تعب بشكل بسيط، ارتفاع حمل هو طويل، يعني برغم أنه مر عدة أيام إلا أنه حالة الحمل تكون عالية، مع وهن في الجسم، مع ضيق نفس، مع ذبلان بشكل آخر عند الشخص الولد، هم يظن الأطفال لازم يتوجه فيهم للطبيب. طيب هذا علاج مبكر، علاج مبكر الظاهرة ممكن إنه يحتويها ويقضي عليها بشكل كلي. نعم، وهذا المتحور الجديد BA2، هل لدينا أي تفاصيل عنه يمكن أن قد تم اكتشافها؟ فأنا اقتراحي من بداية الحملة أو بداية الكورونا نوقف بتسمية الكورونا أو وفق المتحورات الجديدة، المتحولات الجديدة، لأنه مش رايحين نوقف مع التقنيات الموجودة. كل تغير بسيط في مبنى الخارجي تبع غلاف الفيروس ممكن نسميه نعطيه تسمية مختلفة، يعني
يعني راح تنتهي كل الأحرف الأبجدية واليونانية والأرامية، وإحنا عمليا المتحولات بعد موجودة. فأنا نعم اللي بقترحه التسمية تكون تسمية واحدة. إحنا موجودين حاليا في الموجة الحالية، التطعيمات للطعم نعم كان فات في حالة جاهزية، يعني حتى التطعيمات في الوقت الحالي مش راح تفيد الموجة الحالية، لأنه التطعيم عمليا بفيد خلال 3 أسابيع أو أقل شيء أسبوعين. التطعيم كل الثالث طعام في والتطعيم الصحة. الرابع أنت تقول أنه لا يفيد الآن. التجارب في العالم أثبتت شغلة بسيطة ومنيحة الكل يسمعها، نعم التطعيمات بتفيد لمنع الإصابة يعني بالفيروس لحد شهرين من لحظة الإصابة. في عنصر في المضادات الحيوية في الجسم يسموها المضادات الحامية والواقية. هاي المضادات أثبتت الأبحاث إن خلال شهرين تنزل بشكل جدا ملحوظ، وبعد 6 أشهر 70% من الأشخاص بيكون عندهم درجة صفر. يعني هنا أريد ولكن بيكون نعم بيكون بيكون عندنا في جهاز المناعة مضادات من أنواع ثانية اللي تمنع الإصابة القوية، يعني هي عمليا بتتغلب على الفيروس، أما هي ما تخفف بتمنع من وطأة الفيروس. دكتور رامي أبو فني، 100%. هذا اللي بدنا إياه. دكتور رامي أبو فني، وأنت أخصائي أمراض باطنية وقلب وباحث في علوم جهاز المناعة وأمراض الجسم، شكرا جزيلا لك.